بعد حلقة القدم الرياضي والقدم السكري جات لي بعض الاستفسارات عن تفاصيل رعاية القدم. يا دكتور عمرو، قلت الوقاية مهمة وما قلتلناش التفاصيل. ببساطة اختيار الحذاء مهم جدا. كان في حكمة عربي قديمة بتقول لا حكم لقادم حذاءه ضيق. مهم جدا، راحة القدم مهمة جدا. مريض السكر مش حاسس بالقدم بصورة واضحة، الإحساس ضعيف وأحيانا منعدم. ننقي نوع الحذاء المناسب. في بعض الشركات والمصانع بتفصل مخصوص لكل مريض على حسب شكل القدم. عادة بيبقى التكلفة عالية شوية إن كانت الإمكانيات مش متاحة. يبقى إحنا نعمل الكلام ده، ننقي حذاء يكون أوسع نص درجة من الطبيعي، يكون جلده طري، يكون النعل بتاعه طري سميك، مفيش مانع يكون جواه فرشة زيادة كمان تبقى مريحة للقدم. الشراب يكون قطن، ما يكونش مادة صناعية، ويتشطف كويس من آثار مسحوق الغسيل. نرش بودرة القدمين داخل الحذاء عشان تجفف أي عرق ممكن يبقى داخل الحذاء وتعقم أي فطريات أو خمائر موجودة. والمصانع المصرية بتعمل ده وبأسعار مناسبة جدا وبجودة عالية. حضرتك هتمشي أو هتقف لفترة طويلة، ما تنساش نفسك. قدمك مش هتقول لك الحقني، أنت لازم تبص بنفسك. ما تسهاش على نفسك لفترة طويلة. لو سمحت اقعد، افرد رجلك قدامك لو تقدر، تخلع الحذاء والشراب وتحول رجلك وتبص بعينك على أنت مش حاسس بيه، يا ريت يكون أفضل. لما تروح تغسل بالماء الفاترة أو الدافية والصابونة الحنينة، مش عايزين مطهرة قوية ومش عايزين مية سخنة. بعد ما نخلص نشطف كويس، ننشف كويس بين أصابع القدمين، نرش البودرة بتاعتنا بين أصابع القدمين، وندلك القدم باطن وظاهر بأي كريم مغذي في تدليل للقدم عشان نحسن الدورة الدموية شوية. يتبقى إن القدم عادة بتميل إنها تكون جلد ميت سميك اللي هو الكالر. علاجه بالراحة، لا نقص ولا نستخدم مقشطة ولا موس. القسوة دي بتزعلني قوي في أي قدم، وخصوصا قدم مريض السكري. الرجل تتحط في مية دافية بملح، برضو المية مش سخنة، نحس بدرجة حرارتها بإيدينا إذا كان الإحساس في القدم مش جيد. الملح معلقة كبيرة مساح على طبق المية الكبير. أنا بحاول إن أنا أقلد السلايم اللي هو 9% كلوريد الصوديوم في مية، ده المحلول المريح للجلد وللجسم بصفة عامة. ربع ساعة بنحط الرجلين فيها، بعد الربع ساعة دي بيكون الجلد ده ابتدى يطرى. على مدى 10 دقايق بطلع قدم قدم وأدلك الجلد السميك ده بقطعة ليفة خشنة أو بحجر خفاف يكون ناعم، وأدلك بالراحة. أحط قدم وأطلع التانية وهكذا على مدى 10 دقايق. الجلد الميت بينزل زي البودرة أو الرمل داخل الطبق، مش عايز أشوف قطع جلد ميت. ما تنساش على جلدك لو سمحت. الكلام ده للإنسان الطبيعي بالمناسبة، وكمان لمريض السكر أولى وأهم. بعد ده بننشف وبنحط البودرة وبندلك بالكريم. مش ضروري الكلو يخلص كله أو الجلد الميت ينزل كله في جلسة واحدة لو سمحت. بالراحة شوية على قدمك، هي بتتأذى وما بتقولكش، فلازم أنت بتبص. مرض السكر مرض شرير ما بيسيبش عضو في حاله، بس احنا كمان ناصحين، هنشوف كل عضو محتاج ايه وهنراعيه وهندلعه وهنصاحب مرض السكر الشرير ده، مش هنسيبه يأذينا. يا رب الرسالة تكون وصلت. ما تنسوش موعد الحلقة العلمية يوم الخميس ان شاء الله.